معي من أبو ظبي سيد محمد صبر المحامي والقانوني. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. في تغيرات كثيرة، في تغير قواعد الاشتباك على الأرض، فرض نفسه هذا التغير على مخرجات المؤتمرات إن كان سوتشي أو جنيف، كل هذا هل سينعكس أيضا على ملف انتهاكات نظام الأسد واستخدام الكيماوي بشكل ألا يتم الاكتفاء هذه المرة بإدانات؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. حقيقة فيما يتعلق بموضوع استخدام السلاح الكيماوي كأحد صور جرائم الحرب، يعني التركيز على موضوع السلاح الكيماوي باعتباره صورة من صور جرائم الحرب، هذا الموضوع يتضمن شقين وفق القانون الدولي. الشق الأول هو العمل السريع لمنع ارتكاب الجرائم، والشق الثاني هو ما بعد ارتكاب الجريمة وهو تحقيق العدالة أو المحاكمة. بالنسبة للشق الأول اللي هو منع ارتكاب الجرائم، هناك تطور في القانون الدولي على صعيد القانون الدولي. هذا التطور في عام 2005 تم عندما تم إقرار مبدأ المسؤولية عن الحماية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة الأرض في عام 2005، وأصبح لدينا مفوض سامي يتبع الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، يراقب مكتب ما يسمى مكتب شؤون الإبادة ليراقب عمليات جرائم الحرب الكبرى. هذا المبدأ يطلب من جميع الدول عندما يتم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دولة أخرى وتعجز تلك الحكومة عن حماية سكانها، فإن على جميع الدول أن تعمل منفردة أو مجتمعة لمنع ارتكاب جرائم الحرب. فكيف إذا كانت نفس من يدعي بأنه سلطة حاكمة هو الذي يرتكب جرائم حرب؟ هذا الشق الأساسي، عملية القيام بأي ضربة للنظام هي ضمن إطار الشرعية الدولية وضمن إطار تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية. كما قلت، تستطيع الدول أن تمارسه منفردة أو مجتمعة. هذا الشق الأول. الشق الثاني ما يتعلق بس لنبقى بالشق الأول، سنتابع طبعا سيد محمد نقاط هامة جدا معك. تستطيع، هل ستقوم بهذا خاصة بأنه بالبند اللي ذكرته سيد محمد في عمل سريع لمنع بداية استخدام الكيماوي، هل ستقوم بهذا هذه المرة؟ لأنه منذ أواخر 2013 مجازر الغوطة لم نشهد تصرفا حقيقيا رادعا لنظام الأسد، واستخدم طبعا كيماوي مرات عديدة وعديدة. حقيقة هناك تقصير من المنظومة الدولية، وعندما نتحدث عن المنظومة الدولية لا نقصد الأمم المتحدة فقط، وإنما المنظومة الدولية بما تضمه من جميع الدول، لأن مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي وافقت عليه كل دول الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم، وأقول يلزم، وهناك تقرير سنوي يصدره الأمين العام حول هذا المبدأ، وهذا المبدأ تم إقراره بعد الأحداث المروعة في يوغوسلافيا وفي رواندا. البشرية الآن وصلت إلى سن النضج، وعلى أساس أن لا تقف مكتوفة الأيدي بانتظار ارتكاب الجريمة وانتهائها حتى تبدأ بعملية المحاكمات، كان لابد من إقرار مبدأ قانوني يسمح بتجاوز المعضلة الأساسية التي بني عليها نظام الأمم المتحدة، وهو ما يسمى بين قوسين بسيادة الحكومات على إقليمها، وبالتالي مبدأ المسؤولية عن الحماية يعتبر هو مبدأ قانوني ملزم لجميع الدول، فضلا عن أنه مبدأ أخلاقي. نعم. ومبدأ تستطيع الدول جميعا أن تتجاوز هذه الفكرة التي أسس عليها ميثاق الأمم المتحدة. للأسف حتى اللحظة لم نشاهد تفعيل هذا المبدأ، على الرغم من أن كل تقارير لجان التحقيق الدولية أو كل تقارير مجلس حقوق الإنسان قد نصت وبشكل واضح على ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في سوريا، ومن أخطرها جريمة استخدام السلاح الكيماوي باعتبارها جريمة حرب موصوفة وفق ميثاق روما، المادة 8 و7 من ميثاق روما، واضحة الدلالة في هذا الشأن. هذا غير طبعا للأسف الآن ما يتعلق بموضوع الكلور، غاز الكلور تحديدا، قد يتبادر إلى ذهن البعض بأن غاز الكلور غير مصنف كسلاح كيماوي. حقيقة هذا الموضوع كان من الماضي، الآن غاز الكلور مصنف كأحد الأسلحة الكيماوية بناء على قرار مجلس الأمن 2135، والذي نص بشكل واضح على أنه منع استخدام الأسلحة الكيماوية، وقال بما فيها غاز الكلور. إذن
هذه العط ال 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 هذا إذا ما تحدثنا عن أصلا أيضا جرائم ضد الإنسانية تعتبر بتقارير عن حتى براميل متفجرة. يعني في شبكة حقوقية كتبت اليوم عن 6243 برميل متفجر خلال 2017 بس. يعني للأسف ما يحدث في سوريا، وأنا دائما يعني أصف هذا الموضوع كالتالي: لو أننا أردنا أن ندرس طلاب قانون دولي صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لاستطعنا أن نطبق كل صور جرائم الحرب على ما يحدث في سوريا. النظام لم يترك جريمة على الإطلاق من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلا وارتكبها: حصار المدنيين، التجويع، القتل، التعذيب، الاعتقال الممنهج وواسع النطاق، الاغتصاب، الترحيل القسري للسكان، استخدام السلاح الكيماوي، قتل الأسرى. نعم. كل هذه الجرائم ارتكبها النظام، لم يمتنع عن ارتكاب أي فعل محظور في القانون الدولي. الآن التعويل على منع ارتكاب جرائم جديدة طبقا لمبدأ المسؤولية عن الحماية، والذي كنا نطالب بتفعيله. نعم. منذ البدايات، منذ عام 2011 طالبنا بأكثر من مذكرة رسمية للأمم المتحدة، وتحدثنا أيضا مع المبعوث الخاص للأمين العام السيد ديمستورا في الأعوام الماضية في عام 2016 أثناء المفاوضات 2016 وأثناء مفاوضات 2017. نعم. تحدثنا معه حول ضرورة الإشارة إلى نداء، توجيه نداء لتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية، وأرسلنا مذكرة. نعم. بهذا الشأن للأمانة العامة للأمم المتحدة. أنا أشكرك جزيلا على هذه، أعذرني انتهى وقتنا، يعني الموضوع يطول جدا خاصة مع معلوماتك القيمة. إن شاء الله بالاستوديو شي مرة بيكون في وقت أكثر. من أبو ظبي عبر الهاتف محمد صبر المحامي والقانوني، شكرا.